موسم استثنائي فحققنا فيه جوج الارقام مهمه، كاس الكونفدراسيون وكاس لا سوبر كوب في ظرف 4 شهور. هذا المكسب الان هو 6 شهور ونص عنده ديال الاقدميه، بدينا نهار 13 سبتمبر واليوم تقريبا 30 مارس. ف 30 مارس ما درناش غير النتائج الكرويه والرياضيه، فنقصنا من المديونيه بما يناهي 25-30%، طلعنا لو بيجي سبونسورين كما شفتوا الاخوان بما يناهي 70%، الهيكله الفريق هذا في الطريق، الاعلاميات ديال الفريق القادر، وما نساوش افتتاح الاكاديميه اللي ستبقى هدف جوهري بالنسبه لنا في هذه السنه ان شاء الله 2019. اذا حنا تنحاولوا باش نواكبوا بطريقه متوازنه بالنتائج الرياضيه، لان في كره القدم كما قال باتريس كارتيرون النتيجه والنتيجه والنتيجه هي مهمه، ولكن تندير واحد العمل قاعدي باش نحطوا الفريق ان شاء الله السنه المقبله وفي سنه اخرى باش يكون فريق نموذجي في كره القدم المغربيه. الاكاديميه في الاشغال انتهت، الان درنا ابيل دوفر باش نديروا ليكيبمون ديالها، تنظن ماشي تنظن انا يقين ان في 2019 ان شاء الله الاكاديميه غتحل، والاكاديميه فالمغزى ديالها لان بهذه المناسبه هي هبه ملكيه وحنا فخورين بهذه الهبه الملكيه، فالهدف ديالها لوبجيكتيف ديالها ماشي هو الميور كما تنقولوا، لوبجيكتيف ديالها هو تكوين الجيل الجديد، فالاكاديميه غيكون فيها ما يناهز 60 لاعب كره القدم دون لو كادر دو سبورتيد، فهذا رقم مهم. وثانيا في مركب الوزيس كومبلكس وزيس سونتر دو فورماسيون مركز التكوين غيحل توا في 2019 وغيكون فيه توا بين 50 و60 لاعب كرة القدم دون لو كاد سبوريتيود، إذا فريق الرجاء الرياضي فغيكون عنده ما يناهز بين 100 و120 لاعب كرة القدم في إطار سبوريتيود، هاد اللاعبية غيكونوا يدربوا ويكونوا عندهم واحد البرنامج دراسي اللي ادابتي للمهنه ديالهم الا وهي كره القدم، وهذا رقم مهم ورقم خصو يفتخروا به الجمهور ديالنا، لان الجمهور ديالنا باغي تكون الفريق من ولاد المدرسه الرجاء، وانا تنوعدهم ان في السنوات المقبله غيكون الفريق من ولاد الرجاء، ولكن غادي ننافسوا بشراسه على البطوله ديال هذه السنه والسنوات الاخرى، وغنديروا التكوين بطريقه متوازيه. انا لا علم لي بهذا الموضوع، ما اللي عارف ان احنا فخورين بهذه الهبه الملكيه، وغادي نكونوا عند حسن الظن ديال جلاله الملك باش نمشيو للجمهر الجوهر ديال الاكاديميه، الا وهي التكوين والتكوين والتكوين والتكوين، ونوضعوا الشاب المغربي في اولويه الاولويات ديال البرنامج فريق الرجاء الرياضي، اللي تنعتبروا نفسنا ان شاء الله بالعمل اللي تنقولوا القاعدي باش نكونوا قدوه وقاعده وواحد الباطو كي فا موني لو فوتبول فانسوا ان شاء الله فيغ لو فيتور.